السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب شباب شو اخباركم؟ معكم مستر جيمز. طبعا اليوم راح نلعب ماينكرافت، واليوم الحلقة انه نستكشف المنطقة مالتنا، وهواي نسوي اشياء هواي، فيلا خلينا نبدا. طبعا يا شباب اول شيء راح طبيت كيفينج وجمعت ايرون، سويت لي انفل. شو راح نسوي؟ راح نجيب الكتب هذني، طبعا هذني يمكن مال بو ما ادري شنو، راح نجيب هذا. ها جيبه. شو نسوي؟ اول شيء نشوف هذا، يب مال بو، وهذا شنو همينا مال بو، فنسوي هذا هنا ونحط الثاني ونحط هذا هنا. تمام، صار عندنا هاي، ما اعرف شنو التطويره، ما اعرف، بس هذا باور، باور اي وبنش، يعني اذا اضرب هسه محمد بعد لي بعيد، بلا انزل محمد، محمد بلا تعال انزل. اوه لا لا لا، الايرون جولم راح يقتلني. محمد بلا تعال، تعال محمد انزل، اوقف خلنا اضربك بنش. اي شوف شلون بعده. يلا المهم، فش راح نسوي؟ راح اشوف الحصان. الايرون جولم قلت له لا او لا بعدين راح ينسى. ايش راح نسوي؟ راح نشوف ان حصان فشي اي شيء، ونروح نطمن على اول شيء، نروح نشوف القريه نشوفهم، خاف انه بو جاي لهم وحوش او فشي، نروح نشوف. طبعا الحصان ما مات، وتشوفون هاي بلكة نلقى حصان. طبعا صار عندي جريتش، حقيكم شنو حصاني مو مات، صار طاني 2 صدر، هو كان عنده صدر واحد، فصار جريتش. هسه شو نسوي؟ طبعا يا شباب اخوي فصل لان طفت هسه الكهرباء. ما عليه، نطمع على القرية، نسد البوب، نسدها. الحصان يبقى مع محمد؟ اي والله ذاك خلنا ناخذه، لا يروح، لا يروح يسوي. طبعا يا شباب هذا حصان محمد، فخلنا ناخذه نحطه بالقرية، خاف يسوي اي جت كهرباء راح يدخل محمد. اول شي خلنا نفحصه، خوش والله قفزته مو زينة. المهم نسوي، نحطه هنا، نحطه هنا، وهاي خاف يشرد هاي لان تعب عليه خطيه محمد. ويا شباب هسه خلينا نشوف القريه بكت. ها شلون اخوي؟ ها هذا الفلاح يراد ناخذه والله. اي هذا الفلاح، شو راح اسوي؟ حنخصص لنا حلقه كامله ناخذ. انا عندي من الساعه قتلت هذاك قروي اعطاني حبل، ناخذ هذا ونحطه بالمزرعه مالتنا، هو راح يقوم يحصد ويحط زرع. راح نطمن على القريه نشوفها. طبعا كل شيء ما بيها القريه، راح هذا يفيدنا. خلينا نقتله، يعطينا الحبل، طالع 2 حبل. مرات تسألون تقولون ليه تجيبون الحبولة، بس اجيبها من هذا، بس شي يطلعني انا اجيب بلوكات ما عندي. دوخوا انتم، خلنا نقتلهم، دوخوا دوخري. بس نكسر، راح يتأخذ تكسير، بس طبعا راح نستعير حصان محمد، بس اريد اشوف المنطقة مالتنا. طبعا يا شباب صادفني هنا حصان وردي، اي حصان خروف وردي، الخروف الوردي اندر شي. واو هذا ابقي له، اي راح ابقيه، راح اربطه، اربطه هنا، لان يعني كلش نادر، اندر شي هو الخروف الوردي. يا شباب ما لقيت حصان اخوي محمد لان طلع شارد،
فالمهم راح استكشف المنطقة مالتي، راح استكشفها على مود ليش تسألون ليش تستكشفها؟ لان لاحظت بالايام الاخيرة انه احس جاي تصير مسكونة، يعني ما ادري ليش، لان كل ساعة جاي يجينا قرويين متحونين وهذول البليجر، ما ادري ليش. المهم استكشفها، اذا طلع لي واحد او شيء اكتله. يعني شباب لقيت حصان حلو حمزين، بس مو سريع يمكن مو سريع، وانت على حارك انت مو سريع، علما ما تقبل. تعال عليه، حلو خلينا نشوفه والله يعني، بس خلينا نشوف قفزته. اوه قفزته قوي. يلا عادي خلنا ناخذه. لو ولك بعدك ما ناسي، خلنا قتله. ليه لا بعد حصان قتله حمدان ضربه. لان هذا ما ينسي، والله انا اسف، بس ردتك تبقى هنا، بس انت ما قبلت. يلا طبعا يا شباب شنو هذا اليوم؟ حظي خروف اسود خروف رصاصي لقيت، والله استنى تحركت من مات المنطقه بحصاني لقيتهم ينادوا، والله حظ. انا بقيهم هنا طبعا. اخوي محمد جون رجع لهذا. أنا يا شباب مو بس هاي القرية عندي، مو بس هاي القرية ملكي، قرية ثانية وراي. طبعا أدري بيكم الشرد ما يبينكم شي من الشاشة، فيا وخرتي. قرية ثانية همينة يومية، هو أنا يومية أول ما أطب ماينكرافت أروح أشوف هذيك القرية وأشوف هاي القرية، أشوف لأن أحسن على مود أخاف يجون ناس او هاي يبغون من عندها. وهذيك المره لقيت القريه مبيوقه هذيك باقين من عندها مالتي الخضار والهاي، بس قلت شو اسوي بعد. اخر شيء لقيتهم قتلتهم البليجر، فهذول كل شيء ما بيهم، هذول كل شيء ما بيهم. هنا طبعا القرية الوحيدة اللي ما احتلوها البليجر هذولاك، فحلو بس يراد فد يوم يحتلونه، ما فد يوم ما احتلوا قرية. طبعا يا شباب لقيت هذا حصان هنا، بلكت هذا اسرع، هنشوفه. المشكلة هو اسرع بس قلوبه قليل. هنا وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة. ولا تنسون اللايك على مود هذا الحصان هذا وهذاك على مود الخروف الوردي، ومع السلامة، باي باي.